قوي الى رقم اثنين اللاعب سانج مين. سانج مين عامل مسانده من جنب الشمال، الكرات العرضيه ماني يقفز الى الكره وفرصه جول. جول اول للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب اللي امامنا هو تشانج هون امامنا الكره الماضيه. شوف كره ملعوبه من جانب سانج مين وعلى طول تصليحه وريحها حلوه قوي سيون جوك. ادي سيون جوك وشوف هنا خدها من الوضع طائرا صعبه جدا على الحارس ماساتوتشي في اللقطه الماضيه. شوف ماساتوتشي ايه اللي عمل الخطه دي عند ماساتوتشي، اللمسه الواحده خدها حلو جدا. رقم ثلاثه وناكا جيما وامامنا فرصه المنتخب الكوري التعزيز. ياتي التعزيز بالهدف الثاني، ياتي التعزيز بالهدف الثاني عن طريق اللاعب جين سيون جوك. ادي الهجمه الكوريه اتعملت حلوه في غفلة دفاعية من المنتخب الياباني وهدف في بداية مثالية وأمامنا الحارس المرمى الحارس ماساتوتشي ينظر إلى الكرة وينظر إلى زملائه والهدف يأتي عن طريق اللاعب جين سيون جوك. وأمامنا هنا بقى لا شك النتيجة على المدرب ماكوتو في اللقطة الماضية. أدي الهجمة شوف اتعملت حلوة قوي، الراجل استلم ولف ودار دون اي رقابه دون اي يعني ضغط. تشانج مين عمل تمريره حلوه جدا، تغطيه مش موجوده من جانب اللاعب الياباني اللي امامنا اهو في اللقطه الماضيه اللاعب مورويا وحاططها حلوه قوي اللاعب سيون جوك. هدف ياتي عن طريق اللي كانت في الدقيقه 51 والكره الماضيه كره بينيه حلوه ممكن. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد ادي امامنا البديل اسانو يشعل المباراه، التمريره رائعه 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 في اللقطه الماضيه والهدف ياتي تمريره حلوه جدا الحقيقه من جانب اللاعب يا جيما. لكن اسانو عملها حلوه قوي قوي، عملها حلوه اسانو الوان تاتش اللمسه الواحده خرج لتسهيل المهمه كيم دونج جون. لكن لمسه حلوه قوي من اسانو اللي سجل هدف تقليص النتيجه عشان يحل اللقاء وياتي هدف تقليص النتيجه باللمسه الواحده. ادي راس الحربه اسانو اللي بيعيد اليابان الى اللقاء بهدف سجل في الدقيقه كام؟ الدقيقه 67. اسانو البديل اللي دخل اللاعب تاكوما اسانو سجل الهدف اللي سجل في الدقيقة 67 والتعادل والتعادل التعادل. تسونامي هنا في ملعب اللقاء يسجل اللاعب يا شيما، يسجل يا شيما الكرة في ايه؟ في لحظة. ادي امامنا هنا الكمبيوتر الياباني برمج نفسه واعاد فرمطة الجهاز وسجل هدف تقليص النتيجة عن طريق اسانو. بعدها مباشرة يسجل اللاعب يا شيما الهدف هنا في هذه الكرة وفي هذه اللقطة والهدف ياتي لياجيما اللي كان سجل في مرمى تايلاند. يا على الكورة وعلى يعني اللي البعض لسه بنحكي ان كوريا انهت الامور وكوريا حسمت الامور، لكن بص شوف ياجيما، بص شوف ياجيما يا ولد على الارضية من جانب اللاعب ريوسوكي. وشوف بقى هنا التحرك والغفلة الدفاعية في لحظة سهو من جانب اللاعب سانج مين يسجل اللاعب اللي امامنا يا جيما. لكن تقطيع من بارك ودي مره ثانيه اسانو عدى نفسه انطلق اسانو هل يسجل ويسجل يسجل يسجل. اسانو غير تماما غير تماما في رتم الاداء. اسانو الياباني ياتي هنا الساموراي بالهدف الثاني ليه في هذه الليله والهدف الثالث في هذه المباراه. تسونامي ياباني في ملعب عبد الله بن خليفه لان اللاعب اسانو البديل اشعل الملعب وسجل هدف التقدم وهدف التفوق في الدقيقه 81 علشان نشوف بقى ايه الحصر على الوجوه الكوريه والفرحه اليابانيه في هذه المباراه الدراماتيكيه المنقلبه المتقلبه إيه يعني اللي ممكن نتكلم عليها بشكل ايه بشكل كبير. شوف هنا الاداء الياباني وشوف هنا الاصرار من جانب اسانو حط المدافع في ظهره ومهاجم مهاجم مهاجم من الطراز الاول لانه حط المدافع في ظهره وحطها بشماله هدف بيمينه وهدف بشماله يعني الراجل بيلعب بكلتا القدمين ويتلاعب بالدفاع الكوري.